في 1953 واحد اسمه كين باركس وكان عنده 23 سنة وكان نايم في أمان الله، وفجأة قام على صوت نداء، قام لقى نفسه ماسك سكينة وطعن حماته 12 طعنة، وكان داخل على حماه، ولكن الحمد لله حماه نجا وما حصلوش حاجة، مع العلم إن كان بيحب حماته وحماته بتحبه جدا ومفيش أي مشاكل بينهم. طب هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل هو نظرية السرنمة كانت متطبقة عليه، أو في المصطلح الأجنبي sleep walking. نظرية المشي أثناء النوم حيرت كتير جدا من الدكاترة، فأي حد نايم وعشان يريح جسمه من إرهاق يوم كامل، ولكن النظرية دي بتحول الراحة لمجهود ولكن في غياب العقل. وممكن في ناس من اللي بيتفرجوا علينا حصل معاهم النظرية دي، أو إنهم يتكلموا وهم نايمين، أو يقوموا مثلا يروحوا المطبخ وهم مش في وعيهم، حتى لما بيقوم بيبقى مش فاكر هو إيه اللي حصل بالظبط. نظرية السرنمة هي اضطرابات في النوم وبتحصل للأطفال أكتر من الكبار، وأثبتت التقارير الطبية إن النظرية دي بتحصل لـ 18% من الناس وبتحصل خلال مراحل النوم العميقة. طب ايه اعراض المشي اثناء النوم؟ اول حاجه بيكون وشه مفهوش اي تعبيرات ومش بيتكلم، ولو اتكلم هتلاقيه قال كلام ملوش لازمه ومش مفهوم، ولما بيصحى مش بيفتكر اصلا هو حصل معاه كده ولا لا. وفي 1982 براين توماس قتل مراته وهو نايم، وده بسبب ان هو كان بيحلم انها حرامي داخل يسرق البيت فهجم عليها وقتلها وهو مش فاعل. وفي 2005 ست عندها 44 سنه دخلت نامت على الساعة 10 كده، وبعدها بساعتين قامت راحت عند اللاب بتاعها وفتحته وبعتت رسائل لاصحابها، ولكن الرسائل اللي اتبعتت دي ما كانتش مفهومة. يعني مثلا رسالة من الرسائل بعتت لصاحبتها ان هي تجيلها بكرة، ولكن قبل ما تيجي لازم تقفل ثقب الأوزون، وطبعا ده نتيجة ان هي مش في وعيها وهي بتبعت الرسائل اصلا. وفي 2001 بنت اسمها راشل عندها 18 سنة كانت ساكنة في الدور الثاني، وفي وسط الليل قامت ومشيت ناحية البلكونة ورمت نفسها، وطبعا اول ما وقعت في الشارع صحيت وفضلت تصرخ عشان حد ينقذها، ومن صوت الصريخ اباها صحي وراح لها وداها المستشفى عشان يطمن عليها. وبيقول لك العلماء ان النظريه دي مش بتتطبق على البني ادمين بس، ولكن ممكن تتطبق على الحيوانات عادي. وبس، وبكده نكون خلصنا الحلقه بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان ده فعلا بيشجع، ولو لقيت نفسك حبيت المحتوى اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اي حاجه جديده انا هنزلها. اشوفكم الحلقه الجايه على خير.